أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخوانا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر سعرها أقل من 130,000 جنيه. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معنا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معنا هي عربية هيونداي إلنترا، موديل العربية 2006، العربية أوتوماتيك، العربية بحالة الزيرو. العربية الموتور بتاعه والفتيس والعفشة والصالون كله كسر زيرو. العربية ماشية عداد 130,000 كيلو فقط. العربية رشة نظافة ما عدا السقف وعلى الصاج، وذلك لبهتان اللون. العربية مرور شبرا الخيمة وفيها رخصة لشهر 8/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي إلنترا موديل العربية 2006، سعر العربية 127,000 جنيه. سعر العربية 127,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-262-14-901. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-262-14-901. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية نيسان صاني موديل العربية 2008. العربية رشة كلها نظافة بدون معجون، الدواخل فابريكا، عفشة ومكنة بحالة ممتازة. العربية فيها رخصة لشهر 5/2020 مرور القاهرة حدائق القبة. المعاينة إن شاء الله هتكون بدمياط الجديدة، كل صيانتها في التوكيل، عداد شرعي 200,000 كيلو فقط. العربية فيها كاوتش جديد وفرش جلد جديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2008، سعر العربية 123,000 جنيه. سعر العربية 123,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-677-18-353. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-677-18-353. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2004. العربية مانيوال، العربية بفتحة سقف وخمس جنوط وعتب، والعربية جميع الصيانات في التوكيل بالفواتير. العربية فيها رخصة لمدة سنتين. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2004، سعر العربية 115,000 جنيه. سعر العربية 115,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-214-75-543. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-214-75-543. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفورلي أفيو موديل العربية 2008. العربية أوتوماتيك بحالة الزيرو. العربية فابريكا بالكامل، دواخل وسقف وشنطة. العربية فيها أربع فرش كاوتش جديد هانكوك. العربية فيها بطارية جديدة. العربية جميع الصيانات بالكامل في التوكيل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورلي أفيو موديل العربية 2008، سعر العربية 124,000 جنيه. سعر العربية 124,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-883-33862. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-883-33862. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى